السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية بسكرة لنقف على الأشغال نتاع أكبر حديقة عمومية في مدينة بسكرة واللي كانت مهملة والآن فيه يعني إرادة قوية بإنشاء حديقة وتهيئتها بطريقة عصرية وتوسيعها. إذن فيه مشروع كبير لإنشاء أكبر حديقة عمومية في ولاية بسكرة، وإن شاء الله تكون يعني النوعية تاع الأشغال في الموعد وتكون فيه مراعاة للمقاييس العلمية والعالمية في ميدان يعني التغليفة تغليف المساحات هذه والتشجيع وما إلى ذلك. إذن خليكم تابعوا هذا الفيديو حول الموضوع، والسلام عليكم.